عفوا العطس جالي في اللحظة دي، أنا متأسف. دلوقتي لو كان عندك كاميرا عليها كونسنتريت لود متسنترة في النص بالظبط ومايلة، يبقى بيقل على 8 على اليمين وبيقل على 8 على الشمال. لو الكاميرا مايلة عليها حمل رأسي W، يبقى W في L في L داش على 12. طبعا الحالة دي كانت W L سكورد على 12 لو كانت الكاميرا عدلة، أما لو مايلة فيبقى L في L داش، حيث L هو الطول العدل الأفقي و L داش هو الطول المايل بتاع الكاميرا. طيب دلوقتي ميعادنا مع لو كان الفار اند هنجد، يعني لو كان عندك فيكسد هنجد ممبر، يعني ممبر بالشكل ده، يبقى هيبقى ايه الحكم؟ هتحسبه كفيكسد عادي، حل المسألة كما لو كان فيكسد عادي خالص. هنا على اليمين دبليو سكورد على 12، وهنا على الشمال دبليو سكورد على 12، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات الأسهم. وبما ان الناحية اليمين دي النقطة دي هنج، فالمومنت هنا المفروض بيساوي صفر، فنحط مومنت يعمل توازن مع المومنت ده، بحيث ان هما الاثنين يلاشوا بعض، عشان المومنت هنا النهائي بيساوي صفر، فيكسد اند مومنت هنا المفروض يساوي صفر، فبالتالي هما يلاشوا بعض صحيح، لكن المومنت اللي انا حطيته ده هيأثر على الفيكسيشن اللي عندي ايه؟ هيأثر بالنص، يعني تاخد نص القيمة دي اللي هي دبليو سكويرد على 12 وحطها في نفس الاتجاه بتاع السهم ده اللي هو انتي كلوك وايز، هيبقى ماشي مع الناحية الشمال دي، يبقى بالتالي هيبقى شكله عامل كده. فتبص تلاقي ان ده دبليو سكويرد على 12 وده نص دبليو ال سكويرد على 12، تجمع الاثنين دول هيبقى 1.5 دبليو سكويرد على 12، هي 3 على 2. طبعا 3 هتروح مع 12 يدي لك 4، 4 في 2 ب 8 فكانها دبليو سكويرد على 8. يعني يا اما تحفظ القيمه بتاعت 1.5 دبليو سكويرد على 12 او دبليو سكويرد على 8. يبقى اول ما تجي لك كاميرا زي كده على طول، يبقى الفيكس ده من مومنت هنا دبليو سكويرد على 8، وطبعا على اليمين هنا بيساوي صفر. طبعا الحاله مثلا دي لو كان عندك الحاله دي وكانت الاثنين فيكسد، كنت بتكتبها كده بي اللي على 8، فطبعا الحقيقه ان هي هنا تبقى صفر، يبقى ده الكاونتر مومنت اللي هو بيعمل اتزان بحيث ان المومنت هنا الفاينل يساوي صفر. فاذا كان ده بي الا على 8، يبقى الناحيه الثانيه هتحط بي الا على 8، هيرمي نصه ناحيه اليمين اللي هو بي الا على 8 في نص، يبقى نص بي الا على 8، فطبعا النهائي هيبقى هنا 1.5 بي الا على 8، وطبعا ده هيبقى 0. طبعا 1.5 اللي هي 3 على 2 فكانها 3 على 16 بي ال. الجزء بقى اللي هو لو كان فيكسد هنجد ممبر، بس لكن في كانتليفر، يبقى ده فيكسد هنجد ممبر ومعاك كانتليفر، كما لو كان كانتليفر بيم بالشكل ده. طبعا الجزء اللي فيه كانتليفر ده ستاتيكالي ديتيرمنت، لانك ممكن انت تحل لوحده فيكسد، وطبعا هيبقى ثلاث معادلات في ثلاث ملايين وهيبقى متسق. الجزء الانديتيرمنت هو الجزء الثاني ده. طب ازاي ناخد تأثير الكانتليفر ده؟ هنقسم مسألة لجزئين. الجزء ده عبارة عن فيكسد هنجد أو فار اند هنجد، بنسميها كده فار اند هنجد، باعتبار إن إحنا واقفين عند النير اند اللي هي إيه، أو النهاية القريبة إحنا واقفين عندها، لأن هي دي اللي إحنا مهتمين بيها، عايزين نعرف الفيكسد اند مومنت عندها نتيجة للحالة بتاعت التحميل دي وحالة الكانتليفر إيه. الفار اند اللي هي دي اللي هي الهنجد، ودي طبعا عارف ان المومنت عندها بزيرو فمش قلقاني، لكن عايز احسب قيمه الفيكسد اند. فبنقسم المساله لجزئين، الجزء الاولاني بنحسب الكانتليفر الاحمال اللي جايه عليها لوحدها، ونشيل بقى بقيه الاحمال، ونجيب تاثير الحمل اللي جاي على الكانتليفر، والجزء الثاني ان احنا نحسب الحمل على الفيكسد هنجد بيم، فيطلع النهائي بالشكل ده. يبقى طبعا تأثير العزم هنا هيبقى تأثيره ايه؟ ان احنا هنجيب تأثير المومنت عند النقطة دي بالظبط عندي بي بالنسبة للكانتليفر، وطبعا ده هيبقى كده، فيبقى اذا اللي يعمل كاونتر مومنت عكسه اللي هو يعني ده هيعمل عزم في اتجاه عقرب الساعة، الكاونتر مومنت هيبقى انتي كلوك وايز في اتجاه عكس عقارب الساعة، وهناخد نصه بس على اليمين. فإذا كان المومنت هنا هو بي ال، يبقى نصه هيبقى نص في بي في ال.
طبعا هنحسب العزم نتيجة للكنتليفر زي ما اتفقنا، طبعا هناخد نصه في اتجاه الكلوك وايز على اعتبار ان العزم هنا هو في الاتجاه ده بتاع الكنتليفر، يبقى الكاونتر مومنت هيبقى عكسه، ونروح حاطين القيمة دي من الناحية التانية، فهيديني القيمة النهائية كما لو كانت فار اند هنجد. وهناخد مثال على كده، لو كان عندي كاميرا زي كده، طبعا ده مثال مش على كنتليفر، ده مثال على فار اند هنجد عموما. فيبقى اذا هنعمل الاثنين فيكسد عالي خالص، اللي هي دبليو سكويرد على 12، دبليو اللي هي ب 10، ال سكويرد اللي هي 6 سكويرد على 12، ودي زيها 10 في 6 سكويرد على 12. طبعا بنروح جايبين الكاونتر مومنت بنفس القيمه 10 في 6 سكويرد على 12، اخد نصه هنا يبقى نصه في 10 في 6 سكويرد على 12 في نفس الاتجاه اللي هو هنا هيبقى كاونتر كلوك وايز، وهنا طبعا هيتفق مع دون فالاثنين هيتجمعوا. طبعا 10 في 6 سكويرد على 12 ونصها يبقى 1.5، يعني كان ال 10 في 6 سكويرد على 12 مضروبه في 3 على 2، فال 3 مع ال 12 هيجي لك 4، وال 2 هتروح مع 10 هيجي لك 5، فهي 5 في 36 على 6 اللي هي 6 كانها 30، 30 ونصها 15 يبقوا 45، وطبعا مومنت هنا بزيادة. مثال تاني، الجزء بقى بتاع الكنتليفر اللي احنا لسه بنتكلم فيه، فهنقسمه على جزئين، جزء عليه اللود ديستريبيوتد بس، وجزء تاني عليه اللود اللي جاي على جزء الكنتليفر. فيبقى في الحالة دي الجزء اللي جاي على الكنتليفر هيبقى 16 في 2 ب 32، طبعا ده هيدي لك من الناحية التانية نصه، هنا 32 يبقى نصه في نفس الاتجاه اللي هو 16 متر طن. وده بالنسبة لل الفيكسيشن بقى، هيبقى عندك دبليو سكويرد على 12، وكمان معاك دي مضروبه في نص لانه زي ما اتفقنا دي فار اند هنجد ما هياش فيكسد زي دي، فبالتالي هتاخد 1.5 القيمه دي، ومعاك كمان ال 16 دي بس في عكس الاتجاه كده، يبقى كانه دي هتبقى 30، الحسبه دي 10 في 6 سكويرد على 12 حسبناها قبل كده، ومعاك كمان النص هتبقى 45، ومطروح منها 16 هيدي لك 29 متر طن، وده الفيكس اند مومنت هنا. طبعا الكاتليف الهنج دي طبعا في الحاله دي بقى خلاص بلغي الجزء بتاع الكاتليف كانه مش موجود، ويبقى المومنت هنا بيساوي صفر، واحل المساله على هذا الشكل. طبعا الحكايه هنا حكايه تجميع، زي ما شفت احنا بنجمع الحاله دي على الحاله دي، فالسوبر بوزيشن عندنا بنستخدمه كتير. يعني مثلا افترض ان احنا عندنا كاميرا زي كده عليها حمليل، واحد ديستريبيوتد وواحد كونسنتريتد، فماذا يكون الفيكسد اند مومنت في الحاله دي؟ فيكسد اند مومنت بالسوبر بوزيشن، بتجيبه للديستريبيوتد لود، تقسيم الديستريبيوتد لود عليه ثم الكونسنتريتد لود، وبالتالي فالمساله هتبقى عباره عن جزئين، الجزء ده زائد الجزء ده، فدي ده بنسميه مبدا السوبر بوزيشن او السوبر بوزيشن برنسبل. فهنا بيبقى دبليو سكويرد على 12، وهنا برضو زائد، هنا هيبقى دبليو في ال على 8، ادي دبليو سوري بي ال على 8، بي اللي هي ب 12 وال اللي هي ب 6، يبقى ده على 8، وتجمع القيمتين دول على بعض بالسوبر بوزيشن. طبعا الاسهم دي ماشيه مع بعضها فهتتجمع، والاسهم دي ماشيه مع بعضها هتتجمع، هيطلع لك 39 من اليمين و39 من الشمال، وده واضح لانه في سيمتريه في الجيومتريا وكذلك سيمتريه في الاحمال، فلازم القيمتين يطلعوا زي بعض. طيب قبل ما نحل بقى بالطريقه بتاعت اللي هي السلوب ديفليكشن ميثود، في بعض المبادئ عندنا مبادئ اساسيه لازم نبقى عارفين. يعني ايه ريجيد جوينت؟ ريجيد جوينت اللي هي زي الجوينت دي كده في الفريم مثلا، طبعا المومنت هنا بيبقى واحد على الكاميرا وعلى العمود، عشان كده هي ريجيد، وبنقول عليها ان هي فيكسد، دي تعتبر فيكسيشن او ريجيد جوينت. ايضا لو كان عندك انترميديت، يعني عايز اقول ما هياش انترميديت هنج ولكنها رولر سبورت في النص مثلا، او هنج سبورت في النص، فيبقى في الحاله دي برضو دي ريجيد جوينت، على اساس ان في مومنت نيجاتيف عندها ناحيه اليمين وهو نفسه ناحيه
شمال. ايضا هنا المومنت هنا بينتقل ما بين الكاميرا والعمود بنفس القيمه، ناحيه الشمال بيساوي ناحيه اليمين. لو كان عندك انترميديت هنج بقى زي دي الهنج الجويل اللي هي ما بتشيلش مومنت، المومنت عندها بيساوي صفر، يبقى دي اسمها انترميديت هنج، فيبقى دي المومنت لازم تخلي بالك ان عندها المومنت لازم يساوي صفر. يعني دي من الحاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينها واحنا ايه بنشتغل. الفرق بين التوتال فيكسيشن والبارشال فيكسيشن، التوتال فيكسيشن ده بيكون مثبت في شيء قوي جدا في الممبر يعني او الجوينت، مثبت في شيء قوي جدا زي حائط خرسانه مسلحه او قاعده كبيره، وبنطلق عليها التوتال فيكسيشن لانها بتكون مثبته تماما اي ممنوع من الدوران تماما، و بنسميها توتال فيكسيشن او ريال فيكسيشن او فيكسد سبورت، ودايما عندها الروتيشن بتساوي صفر، يعني مفيش روتيشن، ثيتا بتساوي صفر، وده زي الجزء ده، طبعا ده يعتبر فيكسد سبورت، فهنا مفيش، هنا المماس بقى المنحنى الالاستيك لاين بتاع الكاميرا بتلاقيه افقي، فده معناه ان ميله بيساوي صفر، واحنا عارفين الاسلوب هو ميل المماس المنحنى الالاستيك لاين. البارشال فيكسيشن بقى على عكس التوتال فيكسيشن بيبقى زي اللي هي الريجيد جوينت انترميديت دي، اللي هي بتبقى هنا مثلا زي رولر سبورت او هنجد سبورت حتى، صحيح بيبقى عندها طبعا مومنت، فبما ان عندها مومنت لازم يبقى فيه طبعا مومنت ناحيه اليمين بيساوي مومنت ناحيه الشمال، فيبقى بتبص تلاقي ان لازم يحصل روتيشن يمين وروتيشن شمال، وطالما قيمه المومنت متساويه فيبقى ميل المماس المنحنى البلاستيك لاين على الشمال زي ميله بالظبط ناحيه اليمين، فده هو البارشال فيكسيشن. يبقى كان البارشال فيكسيشن بيقبل وجود روتيشن من على الناحيتين زي مثلا دي، يعني كان الفرق في الحالتين انه في التوتال فيكسيشن ثيتا بتساوي صفر، اما في حاله البارشال فيكسيشن فلا تساوي صفر، اللي هي الاسلوب او ميل المماس المنحنى الالاستيك لاين بتاع الممبر under consideration. طيب دلوقتي اول ما نبدا نحل في المساله هنعرف الممبر دون لازم ندور عليها اللي هو fixed fixed ولا fixed hinged اللي هي الفار اند hinged زي ما اتفقنا، يعني هل هو التو سبورتس على اليمين ولا على الشمال، اتنين fixed ولا واحده fixed واحده hinged. طبعا الاثنين hinged ما ينفعش لان احنا بنقول ان ده fixed end moment. طيب طبعا ما ينفعش اتنين هنجد الا لو كان الممبر انترميديت، اما لو كان الممبر في البدايه فما ينفعش يكون، او في النهايه حتى ما ينفعش يكون الاثنين هنجد سبورت، لازم واحده فيكسد على الاقل عشان يبقى اسمه فيكسد اند مومنت. فبالتالي نعمل ايه علشان نبدا نشتغل الحكايه دي؟ هنقسم الاستراكشر لعدد من الممبرز نمره واحد نمره اثنين، اذا كان مومنت معلوم عند احد اطراف الممبر بيكون هذا الطرف هنجد، اذا كان المومنت مجهول يبقى ده ايه فيكسد. طبعا معروف يعني ايه، نقصد هنا المومنت معلوم عند احد الاطراف معلوم ان هو بصفر، يعني يبقى اذا ده هنجد سبورت، الثاني اكيد مش بصفر فده هيبقى له قيمه، وهي دي القيمه اللي احنا عايزين نجيبها. وفي حاله وجود كانتيليفر نهايته هنجد سبورت او رولر سبورت او انترميديت هنج بناخده في الحل مع الممبر المتصل به وبنجيب تاثيره على السبورت الفيكسد وبعد كده بنشيله، وبنعتبر ان هو مش موجود لانه خلاص ستاتيكالي ديترمنت او تم تحديده ستاتيكيا. في حاله وجود كانتيليفر نهايته فيكسد بنفصله عن المساله، هو نفس الفكره لانه المساله بيبقى فيها اجزاء تانيه. شكرا والى اللقاء في محاضره قادمه ان شاء الله.